السلام عليكم ورحمة السلام الله. ورحمة اختي تحكي لي عن وضعكم، انتم من وين نازحين؟ احنا من كفر مبوده. ايه شو سبب نزوحكم؟ ليش نزحتوا لهون؟ سبب نزوحنا الطيران الروسي، الجيش السوري، الطيران الروسي هد بيوتنا يعني وضربونا وطلعنا وما ضل عندنا شيء، ليك اغراضنا تحت السجر، خيمه ما عندي اقعد فيها. طيب خالتي هون ما زاروكم منظمات او حكومه مؤقته؟ ما استا يعني ما يعني نازحين واستا ما. طيب كم يوم انتم صاركم هون تحت الشجر؟ هلا لي 10 ايام هون تحت السجر. 10 ايام عم تناموا برا وتحت الشجر؟ 10 ايام تحت السجر ولا حد قرب علينا ولا حد اجى علينا طيب ما عنده شيء. بالنسبه للغذاء وللمياه بتامنوا حالكم مثلا بالخبز بالاكل الله بالشرب؟ ابي يبعث لنا ما استا ما اعطونا شيء، ما عندنا شيء يعني حق ربطه خبز ما عندي. كم عائلة انتو هون؟ لا عندي انا 10 انفاس، عائلتين انا اولادي. انتو بس هون بالمنطقة هون حوالي هالشجرة يعني هاي عائلتين؟ حوالي هالشجرة هون عائلتين ثلاثة، يعني ما قاعدين تحت رحمة الله وما عندي شيء، وين بدنا نروح؟ يعني ما حد فكر فينا ولا حد طلع علينا، والطيران دب على بيوتنا هالتين وما عندنا غير رحمة الله. جوزي مسكين الله يساعد ما عنده شيء. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك عم؟ الله يسلمك. أول شيء تذكرنا أنتم من وين حضرتكم؟ والله من الجبين. من الجبين؟ أيوه، كنا بالمردم. نعم. تمينا يجي 7-8 أشهر. نعم. ردينا رحلنا على كفر مبوذة. نعم. تمينا زاد يجي 3 أشهر أو شهرين. نعم. وجينا لهين بسبت القصف وهالضرب وهالهنية. جيتوا لهون سبب نزوحكم السبب الرئيسي ليش نزحتوا لهون على المنطقة الحدودية؟ الطيران قاعد يضرب. طيران روسي او الروسي؟ الروسي. طيران بتسعكم هاي الخيمه يا حجي؟ ولا والله. طيب كيف تدبر حالك وين عم تناموا؟ والله قاعد ننام برا. هذا الشاب ابنك؟ اي والله. تفضل بس تفضل هون. معليش؟ اي والله ابني. انت ابن الحجي؟ ابن الحجي. ليش نزحتوا من ضيعتكم بريف حماه؟ بريف حماه كنا في تفرم بوده. ايه. الجيش قال بدي بيقتحم تفرم بوده. نعم. العالم قالت له قال اطلعوا. عم يقصف. عم يقصف 3 صواريخ سوا. نعم. قصف تفرم بوده وقصف الهبيط، وبسبب هيك نزحنا، ولحد الان المعارض شغاله. نعم. بريف حماه ونحن اجينا لهون لحد الان ما حد غدر. طيب انا شايف انه غلطكم لحد الان في غلط برا، في عالم تحت الشجر. طيب الحكومه المؤقته ما دخلت لعندكم؟ ما دخلت شيء نهائيا. والله ما جانا حدا. ما تحت السجر. نعم. انا شايف طيب كيف عم تساعدكم الخيمه الحجه؟ عم بيقول لي انتم 5 شباب وخمس بنات. خمس بنات واخوي زاد متجوز. 7 اولاد. يعني عددكم تقريبا 19. كيف تناموا بالخيمه يعني؟ بس عم ينام برا والاولاد صغار من البرد جوا. طيب هلا احنا جايين على شتويا، يعني اذا نزل المطر. اذا نزل المطر وين بدنا نروح؟ بدنا نضل تحت المطر. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. من وين حضرتكم؟ جبين. ريف حمال. من ريف حمال. من جبين كمان الاخ من جبين. ايه كمان. الوالد هون عاجز. طيب كم يوم صار لكم هون نازحين؟ والله صار لنا هون شي شهر تقريبا. قبل المعارض. قبله كنا سنة بس من ضيعة لضيعة نتنقل. سبب نزوحكم؟ الجيش. ضرب الطيران والقصف وال اي طيران في يعني. طيران روسي والسوري ما في ظل طيران. الطيران الروسي بالاعلام عم يدعوا انه عم يستهدفوا الدولة الاسلامية. ما عم يميزوا بين مدني وبين دولة ما في دولة هنيك اصلا. نعم. كلهم جيش حر يعني. طيب هون احكوا لي عن وضعكم. تحت الشجر والله قاعدين هيك ناطرين على اساس انه في خيام وكذا ما في شيء تحت. كم يوم صرتوا تحت؟ تحت في السماء. كم يوم صرتوا هون؟ صار لنا شيء تقريبا شهر نحن. طيب يمكن ينزل مطر يعني كيف بندبر حالنا؟ والله شوف بدنا بالوعد على اساس في منظمه وفي حدا بده يجيبوا خيام ولليوم ما شفنا شيء. طيب بالنسبه للائتلاف الحكومه المؤقته ما زاروكم هون؟ ما زارونا ولا شفنا حدا. كله كذب كله حكي فاضي على بكره يجي خيام بكره تجي منظمه بكره هيك بالوعد ونحن تحت الشجر. الائتلاف اللهم انطيني مصاري اقبض مصاري كل راس شهر مطيرات 3-4 آلاف لا رئيس ائتلاف لا رئيس حكومه كلها كذب. ما حدا معترف على انا عم احكي كانت كل النهار طاير هيك على هذا السعد وهذا الضرير وهذا مشان الله وهذا مشان محمد ما بي حدا. الائتلاف مدحك على حدا. الائتلاف قاعد بالفنادق مو سائل لك مو رايد بشار الاسد يروح يقول لك يا رب تطول الثوره مشان شنو؟ مشان استفيد راتبه 3000 دولار بحياتك شفت رئيس حكومه راتبه 3000 دولار غير رئيس الائتلاف جانا جربه وهذا شو اسمه اخر واحد؟ كلها جربانه بالعربي ائتلاف كله ما حد معترف. تواصلتوا معهم يعني؟ لك تواصلنا معهم على باكر جايكم على الطريق خذ لي احصائيه كلهم خذ لي احصائيه
حكي يا زلمه، لك عالم ما تدم نجعد تاكل ما بيه. الحجي هون عاجز داحك تحت السجر، خمس سنه مترتد، العالم صارت تتخبط ببعض. كم عيني تقريبا؟ لك بي اكثر الحز امبارح من نسحه كفر مبوده، الجبين، تل هواش، الهبيط، كلها ريف حماشة شي 250 عيله، وين بدك تروح بيهم؟ في اكثر. داحك العالم طلعت على الجبل، وين تروح؟ يقول لك في اكثر من 250 عيله. الائتلاف جاي كله هيك قاعد بين السجر. الكادر ما عرف شنو، خذ لنا احصائيه، ما في غير خذ لنا احصائيه. تفضل يا حبيبي. كل يوم عم تجي 50 60 عيله، انا عم اقول لك عم اتواصل. ويا اللي بالداخل على اساس هم بدل الحكومه، كنا عند بشار الاسد الحكومه وتوعد بالحكومه. الحز هاي مو هاي صارت حكومتني عم نتوعد بها. ايه باكر جايكم. قال المحافظ 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 يجي المحافظ، والله دزيت لكم وينه؟ الله وكيلك، يعني ما بصير الحكي هذا. ليك الناس هلق بكره حاطين هذا، نحن هلق دورات مياه عم نحفر دورات مياه، ليك حاطين هذا بكره نحن بدنا نلبس جزامي وبدنا نمشي. بده واحد يمرض هذا مثل الختيار هذا، بده يمرض بدنا ناخذه بالتراكتور، التراكتور ما بيطلع لهون. مقبلين على شتوية قاسية ابدا. الحز انت موتكم شوارع، بدنا الشوارع، بدنا يا اخي صرف صحي، بدنا كذا يعني. نعم. صرف صحي ما بدك خيام. هلا عنا نحن عنا نسوان عنا كذا، عم تروح هلا مثلا حريمات، وين الدور الصحيه؟ وين مثل ما بتقول اخر واحد، وين نبعث المره من هون كيلومتر لتروح على دورات المياه؟ بالعكس الحزن بجوز هذا هيك. لك نحن نساكن هذول، لك نساء، نحن نساء، نحن اسلام، نحن لك ليش هيك؟ اختي من وين انتو؟ بالغاب. من وين؟ من الغاب. حريه. ليش نزحتوا لهون؟ والله نزل علينا البيت. ليش نزل بالقصف؟ من مين القصف كان؟ طياره. طيران روسي او سوري؟ سوري. طيران سوري. طيران سوري. هلا انتم باركين هون، معكم خيمه؟ معنا لا خيمه ولا شيء، عاريه حتى، ماخذين استعاره. قديش صار لكم هون بالمكان؟ راح ام ولادي ونزل بيتي وراح كل شيء عندي. راح عندكم شهداء بعائله؟ اللي راح عندي جوز ولاد. اثنين. واحد عمره 15 وواحد 13، طبعا عندي غير هذا. انا شايف ان هون لحق على راسي. الاصابه هون طبعا هون الاصابه بايش كانت الاصابه هون؟ تحت السطح طلعوا. ظل 4-5 ساعات تحت السطح. طيب تحكي لنا عن وضعكم هون. كل العيل تصوبتوا كلكم؟ كلياتنا. قديش صار لكم هون باركين؟ صارنا 3 شهور بدون خيام. شهور ما عندكم خيام هون؟ ما عندنا، لا والله لا خيام ولا عندنا شيء بدينا. والله طراح ننام عليها ما عندنا، والله طيب. مخده مثل العلم ما عندنا. ما عندي شيء، لا والله ما عندنا غير رحمه الله. انتم قديش عدد عائلتكم؟ طيب انتم لما بصير مطر عم بتضل هون تحت التريلا هاي؟ الا شلون عيالكم تجون تقعدون بس يوم هون. من تركيا اللي هين تجون تجربون حالكم ليله واحده على قعدتنا. السلام عليكم ورحمه الله. وين حضرتك حجي؟ انا من الغاب. من الغاب، ليش نزحتوا لهون؟ نزحنا من برامين ملكة الله بشار اسد. شو يعني ذبحونا يعني؟ ما دام شوف انا ما وانا شلون؟ لا بيتلاف لا بشيء لا بشيتين، وانا معنا متروح. طيب ما جاء عندكم حدا منظمات او ائتلاف؟ لا ولا منظمه ولا او الحكومه المؤقته. يجون يسجلون وروح. يجون يسجلون علينا وروح. شنو عندك اولاد؟ شنو عندك في عائلات؟ في عائلات كثير هون تحت الشجر او هيك. العالم تعال شوف كيف، تعال شوف كيف، تعال شوف، تعال شوف تريلات، شوف العالم مو سحب، تعال شوف تريلات يعني شنو؟ هذا تلف هذا؟ هذا شوف على المنظر، شوف على المناظر هاي. هاي عندنا بعيد والله، هاي دح شوف على المناظر هاي. كم عائله تقريبا انتم اللي هم موجودين تحت التجمع هذا كله؟ لك الله ما ينحصون، لك ما ينحصون يا اخي ما ينحصون، لك شنو 6000 7000 نسبه لا اعرفها عدم والله ما يحصيهم يا اخي. عيال كثير يا عيال. طيب بالنسبة لجايكم الشتوي جاي على البواب قريبا. بين السماء والارض. ايش هو مطالبكم الاساسية؟ نريد خيام، نريد معينات، نريد احرامات، نريد العالم الاطفال الشغل هاي. صابوا كل راي الاطفال، صابوا كل راي الاطفال مرضانين يا اخي. كله بلش ابدا بالعالم بالمدنيين. نحن قالوا بالاول انه طالع الطيران الروسي بده يضرب داعش، صار على المدنية ما خلى حدا من المدنية. وين في مجمع مدني يضرب؟ طيب حجي انا شايف اغراضكم لحد الان موجوده بالسياره، عفشكم ما عندنا لا خيمه ولا ارض ولا شيء ولا نسكن فيه خالص، ساكنين بالسماء والطارق. منظمات حكومي ما حدا ما حدا اعطانا شيء، ولو ان هلا يصير مطر يا ويل، هلا يصير مطر يا ويل، قاعدين هيك من السماء والطارق. بكم معينا مرميات محطوطات بالاليات وبالشيء بالارض وشيء على الوحل وشيء، هلا يصير مطر يا ويل وين مننام؟ والعجان كلها نايمه برا بالبراري وكلها يعني، والطيران الروسي قال طار على داعش وطالع على المدنية. وين في 10 عجان يقتل؟